نساتي ساداتي أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون مع حضراتكم معلقا وناقلا لأحداث هذا اللقاء المثير والقوي والهام، كأس السوبر الأفريقي. معلقكم الرياضي إيهاب رجب ينقل لكم لقاء اليوم، والذي يجمع بين النادي الأهلي في مواجهة نادي الزمالك. فرسي الرهان وقطبي كرة اليد المصرية على موعد مع التألق والإثارة مشاهدينا الكرام، من صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. ننقل لحضراتكم لقاء القمة والإثارة الأفريقي على كأس السوبر والمؤهل إلى كأس العالم الأندية السوبر كلوب. لقاء اليوم مشاهدينا الكرام أعتقد أنه لن يحتاج إلى مقدمات أو يحتاج إلى تمهيد. كلا الفريقين يدخلون المباراة واللقاء وهم على أهبة الاستعداد. نادي الزمالك دعم صفوفه بداية من القيادة الفنية بمستر أوليفر روي الإسباني مديرا فنيا، لينطلق إلى المدرسة الإسبانية. النادي الأهلي بيستمر مع الكابتن طارق محروس مديرا فنيا للنادي الأهلي للعام الثاني على التوالي. كلا الفريقين مشاهدينا الكرام، هنقول لحضراتكم تشكيل الفريقين والحكام سريعا كده مع حضراتكم. عقب السلام الوطني هنقول حضراتكم على تشكيل كلا الفريقين مشاهدينا الكرام سريعا كده، يمكن على ما يبدأ السلام الوطني. النادي الأهلي تشكيله عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد ومحمد عصام الطيار في حراسة المرمى، مصطفى خليل وإسلام حسن وعبد الرحمن عبده وعبد العزيز إيهاب زيزو وعمر سامي وإبراهيم المصري وأنخيل هرنانديز، أحد الكروت والأوراق الرابحة اللي دعم بيها النادي الأهلي صفوفه قادما من الكويتي على سبيل الإعارة، وأيضا محمود نعمان ومهاب وياسر عبد الوهاب وأحمد هشام سيسا وأحمد عادل وعمر حجاج وأسامة الجزيري المحترف التونسي للعام الثاني على التوالي مع النادي الأهلي ومحمد عصام الطيار. جهاز فني النادي الأهلي كابتن طارق محروس، كابتن محمد عادل، والكابتن محمد مصطفى مادو مدربا لحراس المرمى. نادي الزمالك سريعا رقم واحد أكرم يسري، محمد علي أربعة، مودي محمد بسيوني 8، علي سليمان 10، علي هشام نصر، أحمد مؤمن صفا 11، هشام السبكي 12، أحمد حافظ 18، محمد هاشم 20، خالد إبراهيم 24، وسام نوار 25، عمر الوكيل بكار 31، 39 يحيى الدرع، الأخين يحيى الدرع وسيف الدرع اللي دعم بيه نادي الزمالك صفوفه وانتقل من نادي هليوبلس الى نادي الزمالك، سيف الدرع وحسن الداح واحمد الاحمر الجولدن بوي وايقونه كره اليد المصريه بيمارس هوايته بتواجده على المستطيل داخل الصالات المغطاه، نجم من نجوم كره اليد المصريه، وأيضا فلفل في حراسة المرمى، وكريم هنداوي كاتونجا الذي عاد مرة أخرى إلى تشكيلته وإلى نادي الزمالك قادما من يورو بارما بليست المقدوني. ورحل عن صفوف الزمالك مصطفى خليل، عاد إلى بيته مرة تانية إلى النادي الأهلي بعد موسمين قضاهم في نادي الزمالك. كما يغيب عن تشكيلة الزمالك وصفوف الفريق محمد علي حارس المرمى الذي انتقل للمشاركة واللعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. انطلقت صافرة اللقاء مشاهدينا الكرام على بركة الله. نتمنى أن نستمتع مع حضراتكم بلقاء
بما تحمله الكلمة من معنى، لقاء قمة وإثارة وقوة ومتعة، وبالتوفيق إن شاء الله للفريقين. النادي الأهلي بزيه الأحمر على شمال حضراتكم، نادي الزمالك بزيه الأبيض. هنقول لحضراتكم التشكيل اللي بيلعب بيه أساسي كده، لسه بيستكشف كلا الفريقين. يحيى الدرع وحسن قداح وأحمد الأحمر، ودخل الدرع والطيار، الطيار ابتدى بيلعب الأخين الدرع. يحيى الدرع صانع ألعاب، وعلى شماله سيف، ورد الأهلي على طول، وعلى الدايرة للجزيري، ومعاها أول أهداف اللقاء عن طريق الجزيري اللي نزل وساب مركزه في الخط الخلفي وعمل زيادة على الدايرة واستلم التمريرة وحط الكرة على يمين كريم هنداوي كاتونجا، معلنا أول أهداف اللقاء وأول أهداف النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام، نادي الزمالك قلت لحضراتكم تشكيله، أدي يحيى الدرع بيحاول لسه على مهله. نادي الزمالك تشكيله في حراسة المرمى كاتونجا، في صانع الألعاب يحيى الدرع على يمينه أحمد الأحمر، على شماله سيف الدرع، على الدايرة خالد وليد، في الأجنحة عمر الوكيل بكار، وتوصل الكرة على الدايرة لخالد وليد وتقع الكرة من إيده ويلمها الطيار للجزيري لعبد الرحمن اللي دخل واخترق وصوب، لكن كاتونجا بقى على موعد مع التألق منذ بداية اللقاء، يتصدى ويمنع الهدف والكرة من الوصول، قطعها على طول، هايل زيزو رقم 11 بذكاء قطع كرة من نص الملعب، كانت هجمة مرتدة سريعة بيحاول يعملها الزمالك، لكن أهي الإعادة، وفي الإعادة أحلى إفادة وتأكيد وتحية من الكابتن طارق محروس لعبد العزيز إيهاب زيزو الوينج ليفت والجناح الشمال للنادي الأهلي. 2 الأهلي 0 الزمالك، بنلعب في الدقيقة الثالثة مشاهدينا الكرام، ودخل بقى الأحمر بمهاراته اللي بتنهي عباراته، أنخل هرنانديز للجزيري واخترق ولف ودار وصوب وشاط وأحرز ثالث أهداف اللقاء. طاقم التحكيم مشاهدينا الكرام، طاقم التحكيم التونسي توصل الكرة لبكار، ولكن الطيار بكار في مواجهة الطيار يتصدى باقتدار محمد عصام التيار. تاني تصدي على التوالي للطيار. الحقيقة يعني الكلا الفريقين مشاهدينا الكرام بيجمع صفوة وخيرة ونجوم لاعبي كرة اليد في مصر وفي منتخبنا الوطني، بالإضافة إلى المحترفين اللي بالنادي الأهلي أسامة الجزيري لاعب المنتخب التونسي، وأيضا هرنانديز أنخل الجزيري لعبد الرحمن، حاول يعملها باك باص كده من ورا ظهره لزيزو، لكن تصطدم بأحمد الأحمر أهو قدام حضراتكم الجولدن بوي رقم 66. أنخل في الباك رايت والجزيري في النص وعبد الرحمن في الباك ليفت، وحاول الجزيري إنه يلعب تمريرة على الدايرة ليه رقم 80 أحمد عادل نجم منتخبنا الوطني، إشارة اللعب السلبي وعلى الدايرة تاني لأحمد عادل، وإشارة معاها صفارة من طاقم التحكيم التونسي سمير مخلوف، ويحسب فاول عكسي على النادي الأهلي نتيجة تحجيز رقم 80 أحمد عادل لاعب الدائرة في صفوف النادي الأهلي، ولمها الزمالك. خالد وليد على الدايرة، سيف الدرع جه في مركز صانع الألعاب في نص الملعب، على شماله الدرع الأكبر يحيى، وعلى يمينه أحمد الأحمر، وآدي بكار، وفي تعليمات كده وتغييرات حركية وتكتيكية، والتصدي تصويبة بالأحمر، يصد الطيار، يتابع المصري باقتدار، ورايح أسامة الجزيري لعبد الرحمن لأنخل، وهيطلع المصري بعد ما أدى دوره الدفاعي
ومنع الكرة من الوصول إلى الهجوم الزملكاوي مرة أخرى، اللي ما زال محافظ على تقدمه وتفوقه حتى الآن. عمر سامي رقم 19 اللي طلع من الجناح ونزل أنخل على الدايرة وعمل تقاطع كده وتغييرات حركية ولمها على طول الزمالك، والدرع بيلعب الكرة لمين؟ لرقم 55 توصل الجناح للشمال بكار، يخش ويوسع لنفسه ويصوب ويحرز اهي. وصلت له الكرة من الدرع، استلم كورته ووسع لنفسه وعلى يمين الطيار معلنا الهدف الثاني. ثلاثة الاهلي اللي محافظ على تقدمه مشاهدينا الكرام، واحنا بنلعب في الدقيقة 7 من زمن واحداث الشوط الثاني الاول. وادي اول اهداف انخل هرنانديز، بيصوب يحرز الهدف الرابع، وبيرد احمد الاحمر باختراق وتصويبه ودفاع قوي من الداخل، وعلى طول صفاره ورميه جزائيه اهي الاعاده. استلم الاحمر ودخل، لكن الجزيري كان في اعاقه اثناء التصويب، واشاره طاقم التحكيم اهي قدام حضراتكم انه كان دفاع من الداخل. طلع عبد الرحمن، طلع عصام الطيار، ونزل حميد في مواجهه احمد الاحمر، ويصوب الاحمر ويتصدى حميد، لكن كوره تكمل طريقها وتعانق الشباك الاهلاويه معلنا الهدف الثالث لنادي الزمالك. 4 الاهلي 3 الزمالك. على مهله النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، ابتدى اللقاء كده سريعا بدايه من رميه الارسال والهجمه المرتده السريعه، احرز بها الاهداف. وادي الجزيري حاول يلعب الكوره، بيحاول يعمل يبقى في تعاون وتناغم ما بين الخط الخلفي وما بين الخط الامامي، متمثلا في لاعب الدايره احمد عادل. وادي عمر سامي بيطلع ويغير، والكره توصل لاحمد عادل على الدايره، استلم ولف ودفاع واعاقه من سيف الدرع وكارت اصفر اول. رميه جزائيه للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. مين هيصوب؟ عمر سامي، وطلع كاتونجا برضو من حراسه المرمى الابيض، ونزل فلفل محمود خليل فلفل في مواجهه عمر سامي، ويصوب عمر لكن بره الثلاث خشبات تماما بره الملعب. وادي حديث جانبي ما بين الكابتن طارق محروس والكابتن اسلام حسن كابتن وقائد الفريق. لعب فلفل وطلع ونزل كريم هنداوي تاني، وعلى مهله برضو الزمالك ابتدى تقاطعات وتغيير في المراكز في الخط الخلفي، ومحاولة برضو لعب الكرة على الدايرة الأحمر ومهاراته اللي بتنهي عباراته، وبرضو رمية جزائية استغل سيف الدرع الحجز اللي كان معمول له من خالد وليد على الدايرة، واخترق وتوغل وتعمق في صفوف الدفاعات الأهلوية وصوب، لكن كان في دفاع وإعاقة ورمية جزائية. أحمد الأحمر في مواجهة الطيار المرة دي، وبيسجل الأحمر بالخضار الهدف الرابع وهدف التعادل، وإحنا بنلعب في الدقيقة 10 مشاهدينا الكرام. من زمن واحداث الشوط الاول. تاني اسامه الجزيري، عمر سامي طلع ونزل انخل في الرايت وينج، وادي عبد الرحمن ويصوب، وفي دفعه وصفاره وفاول ورميه حره من على خط التسعه متر. احمد عادل لعبد الرحمن للجزيري اللي راح في الليفت باك،
هيعدي ويلعب الكوره لزيزو، لكن طاقم التحكيم بيوقف اللقاء وبيحتسب رميه حره ويرجع اللعبه تاني. رجع تاني عمر سامي للجناح وتوصل الكوره لزيزو اللي دخل لتاني مره من الجناح او اول مره من الجناح، تاني هدف ليه احرزه عن طريق الفاست بريك لما قطع الكوره، وده تاني اهدافه. الاحمر ليحيى الدر لسيف ويصوب سيف ويتصدى الطيار ودفاع قوي وصفاره واعاقه تستوجب الرميه الحره من على خط التسعه متر. احمد الاحمر الزمالك مشاهدينا الكرام، يمكن هنسمع الكلام ده طبعا من نجومنا اللي متواجدين في الاستوديو التحليلي بقياده كابتن خالد العوضي، وايضا ضيوفه في الاستوديو كابتن محمد الالفي المدير الفني السابق لمنتخب مصر واحد علامات واهرامات وبابا نويل كره اليد المصريه، وايضا يعني بيتواجد في النادي في استوديو قناه الاهلي نجم من نجوم كره اليد المصريه والنادي الاهلي كابتن ياسر لبيب اللي وحشنا واستمتعنا بعودته مره ثانيه. تاني الدرع واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم واشاره اللعب السلبي واحمد الاحمر التصويب تاني، يبقى على طول التصويب نتيجه اللعب السلبي. خلصت التمريرات، متبقي اعتقد ان متبقي تمريره واحده، وادي فعلا على طول طاقم التحكيم بيحتسب فاول عكسي على هجوم الزمالك نتيجه اللعب السلبي، لانه اشار لهم ان كده تم اكتمال الخمس تمريرات، يبقى متبقي هي اخر تمريره فقط او تصويبه على طول، وطبعا ده اللي ما عملوش الهجوم الزملكاوي واحتسبت على طول فاول والكوره تنتقل الى النادي الاهلي. أسامة الجزيري على يمينه أنخل هرنانديز للجزيري في نص الملعب اللي هيروح تاني ويحاول ما بين أنخل لعبد الرحمن، اخترق ويصوب وأكد ودك الحصون والشباك الزملكاوية ويزيد الفارق إلى هدفين، ستة الزمالك أربعة، ستة الأهلي أربعة الزمالك، وبيرد أحمد الأحمر بتمريرة سريعة يحرز منها الهدف الخامس. أنخل ويلعب الكرة لزيزو لعمر سامي اللي كان مزنوق في زاوية مزنوقة، حاول يرجعها لأنخل هرنانديز تاني لكن كان فيها دفعة وإعاقة من الدفاع الزملكاوي، وعلى طول بتحتسب فاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. النادي الأهلي مشاهدينا الكرام بيمشي اللقاء زي ما هو عايز حتى الآن، وآدي تعاون تاني ما بين أسامة الجزيري وما بين أحمد عادل على الدايرة، بيحصل منها على رمية جزائية وإيقاف دقيقتين. إيقاف دقيقتين على مين؟ رمية جزائية نزل لها دلوقتي إسلام حسن كابتن وقائد الفريق بيحرز منها الهدف السابع. إسلام حسن رقم تسعة كابتن النادي الأهلي وقائد الفريق بيحرز سابع أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء. أهداف النادي الأهلي موزعة مشاهدينا الكرام، هدفين لرقم 92، وادي نزل دلوقتي حسن قداح عمل اوليفر روي المدير الفني لنادي الزمالك، وادي اشاره اللعب السلبي برضه، وحسن قداح بيستغل بقى تصويباته وقوته ويحرز الهدف السادس، ويروح اسامه الجزيري ويلعب الكوره الى عمر سامي في الجناح اليمين الرايت وينج ويحرز منها الهدف الثامن. عمر واحنا بنلعب في منتصف الشوط الاول تقريبا مشاهدينا الكرام،
مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، اللي بنتمنى التوفيق إن شاء الله لفريقنا. تاني حاول الكرة ويعمل متابعة عليها خالد وليد ويلمها وتروح لسيف الدرع اللي راح في الرايت باك الظهير الأيمن، ومعاه عبد الرحمن، ورمية جزائية، وآدي إيقاف دقيقتين على أسامة الجزيري. يبقى كده أسامة الجزيري إيقاف دقيقتين، و محمد حازم رقم 55 من نادي الزمالك عليه إيقاف دقيقتين، متبقي 19 ثانية على نادي الزمالك ويكتمل صفوفه. رمية جزائية، طلع برضو الطيار ونزل حميد في مواجهة أحمد الأحمر. هل المرة دي هينجح حميد؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. أهداف نادي الزمالك مشاهدينا الكرام، يحرز أحمد الأحمر الهدف السابع، نادي الزمالك أحرز 7 أهداف، أحمد الأحمر أحرز 5 أهداف مشاهدينا الكرام، 5 أهداف من 7، 3 من رميات جزائية وهدفين من تصويبتين، والهدفين التانيين أحرزهم حسن قداح وعمر الوكيل الشهير ببكار. أما النادي الأهلي فأحرز 2 كل من أسامة الجزيري وعبد العزيز إيهاب زيزو، وهدف لإسلام حسن، وهدف لعبد الرحمن، وهدف لعمر سامي، وهدف لأنخل هرنانديز. تصويبة وتصدي ودفاع قوي من الزمالك اللي نزل دلوقتي رقم 4 محمد رمضان. هتلر في الدفاع الزملكاوي، وادي اسلام حسن برضه نزل وبيشارك عبد الرحمن ويصوب، ومعاه رمضان، وايقاف دقيقتين اهو، لسه الراجل نازل ايقاف دقيقتين. بكده نادي الزمالك هيلعب ناقص لاعب، والنادي الاهلي لسه ناقص لاعب ايضا، بس سحب حارس المرمى عشان يكمل صفوفه ويبقى عنده زياده عدديه، وتوصل الكوره لزيزو في الليفت وينج، يحرز زيزو 3 أهدافه، والهدف التاسع هي الاعاده، وفي الاعاده كل الافاده، ويصوب ويحرز بيها كوره قويه تعانق شباك هنداوي كاتونجا، اللي بيعتذر الحقيقه لكاتونجا لان الكره كانت قريبه من وجهه. يصوب حسن قداح تاني تصويباته، لكن القائم يتعاطف مع التيار ويمنع الكره من الوصول للشباك. النادي الاهلي متبقي له 5 ثواني مشاهدينا الكرام على ما يستكمل صفوفه، ونادي الزمالك متبقي له 1 دقيقة و5 ثواني تقريبا. كده الاهلي كمل، نزل الطيار ونزل اللاعب اللي كان واخد الايقاف الدقيقتين، لكن تصويبه من عبد الرحمن بره ال3 خشبات، يلعبها كاتونجا على طول ويطلع عشان ينزل القداح عشان يلعب الزمالك 6 لاعبين بس، المرمى خالي والخطأ هيكون غالي مشاهدينا الكرام. ونزل ايضا دودو احمد مؤمن صفا في الليفت وينج في صفوف نادي الزمالك. خالد وليد مؤمن بيعمل تقاطع ويتحرك على الدايرة، حسن قداح هيروح ويصوب، الطيار يتصدى، اسلام يعمل متابعة على الكورة لكن صفارة، وادي اوليفر روي المدير الفني لنادي الزمالك، والاعادة قداح والتصويبة، الطيار والتصدي. اتلعبت الرمية الحرة، بيلعب دلوقتي خط خلفي قداح والاخوين الدرع، تقع الكره من ايد قداح، وادي اشاره اللعب السلبي، دودو لقداح للدرع لسيف، لا احتفظ بيها يحيى ولعبها لسيف ودخل واخترق وارتقى وصوب واحرز الهدف الثاني. المصري بينزل صخرة دفاع
النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني واحد الجنود والاوراق الرابحه والمهمه جدا في صفوف النادي الاهلي او منتخبنا الوطني. برضه في المعسكر الابيض مشاهدينا الكرام ادي اسلام حسن والاختراق والتوغل والاصرار والتحدي يحرز به الهدف العاشر. ادي سيف الدرع ليحيى في نص الملعب لقداح في الليفت باك وطالع احمد الاحمر ونازل اكرم يسري. هينزل اكرم في الجناح اليمين الرايت وينج وادي الاعاده لهدف اسلام الجميل والاختراق والتوغل في عمق دفاعات الابيض عشان يزيد من الام واوجاع فريق الزمالك حتى الان. وادي سيف بيصوب وبيطلب من طاقم التحكيم الرميه الجزائيه بداعي ان في دفاع من داخل الست متر وادي على طول التايم اوت الوقت المستقطع اللي طلبه اوليفر روي المدير الفني اهو قدام حضراتكم الاسباني لنادي الزمالك. طبعا هيبقى عنده توجيهات وعنده تعليمات وفي المعسكر الاحمر كذلك، لكن خلينا نشوف كلا الفريقين هيقولوا ايه في هذا الوقت المستقطع لفرقهم. goes in side, and you start playing this زي ما شفتوا حضراتكم مشاهدينا الكرام وتابعتوا كده عبر قناتنا قناه النادي الاهلي التايم اوت والوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني اوليفر روي لنادي الزمالك. توجيهاته وتعليماته لفرقته كانت ايه؟ وايضا في المعسكر الاحمر معسكر النادي الاهلي اللي ما زال النسر الاهلاوي بيحلق منذ بداية الشوط الأول وحتى الدقيقة 21 من زمن وأحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام متقدم ومتفوق 10 الأهلي 8 الزمالك محافظ على تقدمه. لم يحدث التعادل إلا في الدقيقة 10 بنتيجة 4-4 وبعد كده الأهلي مسيطر حتى الدقيقة 21. سيف الدرع لتاني مرة على التوالي بيخش ويخترق وبيتعمق في صفوف دفاعات النادي الاهلي ويخش اهو زي ما شفتوا حضراتكم بين واحد واثنين ويصوب على يمين الطيار الهدف التاسع عشان يقلل الفارق الى فارق هدف واحد مشاهدينا الكرام. اسلام حسن نزل صانع العاب انخل روي انخل هرنانديز تقع الكرة وكان في دفاع قوي على اسلام ونزل ايضا مصطفى خليل في الخط الخلفي سواء كان في الليفت باك او في مركز صانع الالعاب. اسلام هيخترق لهرنانديز واسلام والتصويبه لكن فلفل قريها وصاحلها. هل هيستفيد الزمالك ويستغل الهجمه دي انه يوصل للتعادل؟ يحيى الدرع محاولة استغلال القوة الهجومية اللي موجودة عنده لكن بيواجه مين؟ بيواجه السد العالي والصخرة الدفاعية إبراهيم المصري زي ما شفتوا حضراتكم في الإعادة ويحصل على فاول ورمية حرة لنادي الزمالك. قداح ليحيى الدرع على شماله رايح يحيى يحاول يخش من الجناح لقداح اللي ارتقى ونزل تاني بالكورة لكن نزل جوه الستة متر فاتحتسبت فاول على نادي الزمالك يلمها اسلام لخليل تقع الكره الباصه ما راحتش مظبوطه لهرنانديز ويلمها نادي الزمالك ويروح خالد وليد يحرز هدف التعادل في الدقيقه 23
حاول اسلام انه يروح، وكان في اعاقه، وطاقم التحكيم اهو قدام حضراتكم كابتن سمير، وادي اسلام رايح وهو بيطلب ان كان في دفاع على الرقبه والوجه من اكرم يسري، لكن طاقم التحكيم بيقول له لا مفيش، انت اللي نزلت ليد المدافع. خليل لاسلام رايح هيخترق لاسلام تاني، اشاره اللعب السلبي، وعلى خطوه واحده بقى استغل عدم استعداد نادي الزمالك وكانوا مستنيين انه هيكمل خطواته، استلم انخيل هرنانديز واحرز هدف التقدم مره اخرى للنادي الاهلي مشاهدينا الكرام، عشان يتقدم الاهلي مره ثانيه 11 الاهلي 10 الزمالك. نلعب في الدقيقه 24 وطبعا هنستمع وهنستمتع وهنشوف وهنلاقي كل الجديد وكل المفيد من استوديو التحليل. قداح الفرعون المصري كما لقب واطلق عليه في بطوله العالم للناشئين اهو قدام حضراتكم بيرتقي، وعلى يمين الطيار يحرز الهدف ال11. تعادل النتيجه مره ثانيه، قلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وادي عمر سامي خليل لانخيل تاني هرنانديز، وبرضه تاني لسوء الحظ تصويبه قويه برغم ان هي خدعت فلفل اللي كان رايح ناحيه اليمين والتصويبه على شماله، لكن تطلع الكوره بعد ارتضامها في القائم وتطلع رميه جانب لنادي الزمالك. يحيى الدرع في نص الملعب، على يمينه سيف وعلى شماله قداح، وعلى الدايرة خالد وليد وأكرم يسري في الجناح اليمين وأحمد مؤمن صفا دودو في الجناح الشمال. قطع أكرم وتوصل الكرة من الداح للدرع اللي استغل الزمالك دلوقتي الخط الخلفي لمشاهدينا الكرام، ويحرز بيه أول تقدم وإحنا في الدقيقة 25 من زمن وأحداث الشوط الأول، وعلى طول الكابتن طارق محروس المدير الفني بيطلب الوقت المستقطع والتايم أوت. نسمع مع حضراتكم هيقول إيه كلا المديرين الفنيين لفرقهم. بيكملوا الضغط من هنا، الكرة لازم تقف، حسن وهو جاي لازم حد يطعره، ما ينفعش يتسجل. علي سيف لايك جود تراكتوري تو تراي تو دون يوز ذا بوت ذا ريفر تو بي كلوز تو هيم. Run! I need to kill him. Okay? Yes? يا جماعة كل هجمة بهجمة دلوقتي بجون، ها؟ كل هجمة بجون. يا جماعة الدفاع أهم حاجة، ها؟ كويس كويس. ما حصلش. مرة واحد. انتهى الوقت المستقطع زي ما تابعنا مشاهدينا الكرام، وآدي إعادات، وفي الإعادات كل الإفادات لبعض من الأهداف اللي أحرزت في كلا المرميين. هنستأنف اللقاء مع حضراتكم برمية إرسال للنادي الأهلي. خلاص متبقي حوالي 5 دقائق و15 ثانية تقريبا بالتمام والكمال على زمن ونهاية الشوط الأول من هذا اللقاء، كأس السوبر الأفريقي والمؤهل إلى السوبر جلوب وكأس العالم للأندية المقامة في السعودية الشهر القادم إن شاء الله. كل التوفيق. وادي اسامه الجزيري بيخش ويتوغل ويصوب، وفلفل يتصدى يلمها سيف، وادي عمر سامي، لكن حسن راح بقى. عمر سامي عمل خطأ دفاعي بدون داعي، هو كان تقدم عشان يحاول يمنع حسن قداح اهو مسكه من التيشيرت نتيجه ان هو طلع ازيد من اللازم، فما كان من حسن اللي طلع واخترق وصوب واحرز الهدف ال13 عشان يزيد فارق الاهداف الى هدفين
لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 26 وإيقاف دقيقتين على عمر سامي، وبكده النادي الأهلي هيلعب ناقص لاعب حتى تنتهي العقوبة ويستكمل صفوفه. متوقف اللعب مشاهدينا الكرام نتيجة ان في بعض العرق والمية جت في أرضية الملعب وأرضية الصالة، فطبعا تم إيقاف اللعب ونزلوا المسؤولين عن الصالة قاموا بالتجفيف والتنظيف حرصا على سلامة اللاعبين عشان ما يحصلش أي إصابة لا قدر الله. تاني جزيري لإنخل هرنانديز ويصوب إنخل على يمين فلفل، المرة دي فلفل راح له على الشمال، حاول خالد وليد إنه يعمل رمية الإرسال في المرمى الخالي لكن الدفاع الأهلاوي والارتداد السريع قطع الكرة ومنعها من الوصول للشباك عشان يقلل الفارق إلى هدف واحد، 13 الزمالك 12 الأهلي. أدي إنخل تاني ويصوب إنخل من الثبات كده من الحركة بدون ارتقاء، وأدي يحيى الدرع ويطلع له المصري ويتصدى الطيار بكل اقتدار ويروح أسامة الجزيري وعلى مهله تاني بيقف، وادي ايقاف دقيقتين على اكرم يسري برضه من طاقم التحكيم اهو، وادي تحيه من الكابتن طارق محروس للطيار وايقاف على اكرم يسري بسبب ايه؟ بسبب ادعاء السقوط والتمثيل للحصول على الفاول العكسي. اهي الكوره الاعاده استلمها خالد وليد تصدى الطيار راح الجزيري، حاول اكرم اهو انه يمثل سيميليشن عشان يحصل على فاول عكسي لكن اكتملت الهجمه واحرز منها الاهلي هدف التعادل الهدف ال 13 وايقاف دقيقتين على اكرم يسري. انخل رمضان هتلر لاحمد عادل على الدايره لزيزو ورميه جزائيه وهيبقى فيها عقوبه مشاهدينا الكرام، هل تستوجب الكارت الأحمر ولا هيبقى فيها إيقاف دقيقتين على سيف الدرع؟ ده اللي هنشوفه. فعلا كارت أحمر أهي لأنه مد رجله أهي وإيه حاطط رجله بين رجله اليمين على قدم زيزو اللي واقع على الأرض ونزل له الجهاز الفني كده. هيبقى نادي الزمالك عنده ايقاف دقيقتين لسه قدامه دقيقه 34 ثانيه وفي ايقاف دقيقتين تاني على سيف الدرع، يعني كده هيبقى ناقص اتنين لاعبين بالاضافه الى ان سيف الدرع لن يستكمل اللقاء مع فريقه ومع زمايله ويغادر ارض الملعب ويغادر بنك الاحتياط ودكه البدلاء. ادي اهو طالع زيزو عبد العزيز ايهاب نتيجه التواء القدم لان دي الحركه اللي قام بيها سيف الدرع مشاهدينا الكرام يعني حركه خطره جدا، عشان كده الاتحاد الدولي عدل من قانونه وبقت عقوبتها الكارت الاحمر، وده اللي قلته لحضراتكم مع ايقاف اللعب وصافره احتساب الرميه الجزائيه. صح ان شاء الله هيقوم زيزو ويستأنف اللقاء مع زمايله. الرمية الجزائية إسلام وعلى يمين فلفل ويتقدم الأهلي مرة تانية، يتقدم 14 الأهلي 13 الزمالك وإحنا بنلعب في الدقيقة 28 مشاهدينا الكرام. كده الزمالك بيلعب خمس لاعبين والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي. حسن وليد محاولة الاختراق الأحمر وإشارة عكسي فعلا بذكاء إبراهيم المصري يحصل على فاول عكسي وعلى مهله خليل، وإشارة الكابتن طارق بالهدوء واستغلال المساحات اللي هتبقى موجودة نتيجة الدفاع. لا والله ده كان سيسا اللي دخل وتصدي من فلفل حاول يلمها يحيى الدرع بعد ما تصدى فلفل
لتصويبة عمر ولعبها داخل الملعب، فما كان من أحمد عادل إلا إنه لم كورته وأحرز بيها. أهي قدام حضراتكم الإعادة، أحمد عادل وبيحصل على تحية وتشجيع زملائه والحاضرين في أرض وفي صالة مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى. المصري وقافل مع 40 من النادي الأهلي. تاني حسن وليد، الطيار بقى قفلها باقتدار والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي ويحرز زيزو. ده الهدف الستاشر عشان يزيد اهو الإعادة بكل هدوء. وقلنا إن المرمى الخالي الخطأ بيكون غالي مشاهدينا الكرام. 16 الأهلي 13 الزمالك، بنلعب في آخر دقيقة من زمن وأحداث الشوط الأول. يحيى الدرع هيصوب، حسن قداح بيحاول يروح، المصري دفاع قوي ويمنع الكورة وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. متبقي 40 ثانية بالتمام والكمال. حسن، يحيى الدرع، أحمد الأحمر في الباك اليمين بيحاول يخترق لكن قافل عليه أسامة الجزيري ومصطفى خليل وبيطلب الكرة تتلعب من مكانها. 20 ثانية على نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام. إشارة اللعب السلبي تاني، حسن وليد ورايح وهيصوب، الطيار هيتصدى، فعلا بيتصدى الطيار وتطلع من خليل رمية حرة بيحتسبها طاقم التحكيم. الأحمر لوسام، الصفارة كانت قبل الكرة ما تعبر خط مرمى النادي الأهلي وطاقم التحكيم بيتشاور هل هيتم الرجوع إلى طاولة التحكيم. ده اللي هراجعه مع حضراتكم. آدي الكرة استلمها وسام، صوب قبل ما تعبر الخط، كانت صافرة نهاية. لا فعلا احتسب الهدف، احتسب الهدف وأصبحت النتيجة 16 الأهلي 14 الزمالك ومعها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وإعادات والإفادات هنتابعها مع حضراتكم، كل ما تم وما حصل في الشوط الأول عبر استوديو التحليلي وعبر الكابتن خالد العوضي الاستوديو التحليلي وضيوف الكرام الكابتن محمد الألفي والكابتن ياسر لبيب والكابتن أحمد بلال، فإليهم الميكروفون. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع حضراتكم لنقل أحداث ووقائع الشوط الثاني من قمة كرة اليد الأفريقية والمصرية والذي يجمع بين النادي الأهلي في مواجهة نادي الزمالك. انتهى الشوط الأول مشاهدينا الكرام زي ما تابعتوا معانا، 16 الأهلي 14 الزمالك. النادي الأهلي تقدم منذ بداية المباراة، منذ بداية الشوط الأول وحتى نهايته، وحافظ على زمام الأمور ومقاليد الأمور في إيديه. الزمالك تعادل مرة في الدقيقة 10 بنتيجة 4-4، ثم تعادل مرة تانية في الدقيقة 23 بنتيجة 10-10، ثم تقدم بفارق هدف ثم هدفين بنتيجة 13-11 في الدقيقة 26، إلا أن النادي الأهلي عاد سريعا وتقدم وأنهى الشوط الأول لصالحه 16-14. الإيقافات اللي كانت موجودة في صفوف نادي الزمالك اللي نهى بيها الشوط الأول انتهت، وكده بيلعب مكتمل الصفوف. النادي الأهلي أيضا مكتمل الصفوف، مفيش إيقافات،
اطمنا على احمد هشام سيسا بين شوطي اللقاء نتيجه السبرين انكل سبين انكل اللي كان حصل في اثناء دخوله من الجناح وحصل سيف الدرع على الكارت الاحمر نتيجه هذا التصرف. اوليفر روي وتفكير و تفاهم ما بينه وما بين الكابتن حماده الروبي المدرب العام لنادي الزمالك. يلا فلفل الاهلي سريعا كده هنقول لحضراتكم الطيار زي ما هو في حراسه المرمى اللي زاد عن مرماه باقتدار. هرنانديز انخل المحترف الكوبي البرتغالي مشاهدينا الكرام لاعب الكويت الكويتي المعار الى النادي الاهلي لهذا اللقاء وهذه البطوله. يعني كان في بدايه اللقاء هادي ما شفناش تصويبات واهداف مؤثره لكن على مدار الشوط الاول مشاهدينا الكرام احرز اربع اهداف وايضا عبد العزيز ايهاب اربع اهداف ثلاث اهداف لاسلام حسن وهدفين لاسامه الجزيري وهدف لكل من عمر سامي وعبد الرحمن من النادي الاهلي. اما نادي الزمالك فاحرز اهدافه احمد الاحمر خمس اهداف حسن قداح ثلاث اهداف سيف الدرع هدفين اللي حصل على الكارت الاحمر وبكده مش هيستكمل اللقاء صافره استئناف بدايه الشوط الثاني واستئناف المباراه مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي بنفس تشكيله اسامه الجزيري على شماله مصطفى خليل وعلى يمينه وينخل هرنانديز احمد عادل على الدايرة وادي الخزيري اللي انخل خليل للجزيري تحركات كده وتقاطعات وتغييرات في الخط الخلفي للنادي الاهلي لمحاولة فتح الثغرات في صفوف الدفاعات الزملكاوية لكن اللي قافلة مرماها تماما وادي حسن رايح بيلعب كورة على الدايرة لأكرم يسري اللي صوب لكن تيجي في التقاء العرضة مع القائم اهو حسن راح لعب لأكرم دخل صوب في المقص اليمين لعصام الطيار وتطلع بره الملعب رمية جانب. تاني الزمالك قلت لحضراتكم ان قفل منطقة نص الملعب اللي كان بيستغلها النادي الاهلي سواء كان بتصويبات خارجية من بره التسعة متر او بالتعاون ما بين اسامة الجزيري واحمد عادل على الدايرة. هادي الجزيري لانخل هرنانديز غير الاهلي الى 4-2 الجزيري لعادل وباك هاند كده بيلعبها لكن في دفاع قوي وصفارة وفاول ورمية حرة من على خط التسعة متر مشاهدينا الكرام. لعب عادل للجزيري لينخل اللي هيلعب لعادل تاني لكن في ايقاف دقيقتين وحاطط رجله منع الكرة محمد رمضان هتلر وبيحصل على ايقاف لمدة دقيقتين كده ده تاني ايقاف لهتلر تاني دقيقتين يعني متبقي له واحدة فلازم يبقى حذر في الوقت المتبقي من المباراة. أسامة الجزيري تاني خليل بيصوب خليل وبيرد بقى على يمين فلفل تصويبة قوية من بره التسعة متر بعد العودة تاني لبيته بعد موسمين أضاهم في صفوف نادي الزمالك قادما وعائدا إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر. مصطفى خليل يحرز الهدف ال 17 عشان يزود الفارق إلى ثلاث أهداف 17 الأهلي 14 الزمالك دقيقة 3 من زمن وأحداث الشوط الثاني. الأحمر ثاني بيرد ويحرز الهدف ال 15 الجزيري يخترق ويتوغل يتعمق ويصوب لكن فلفل والدفاع القوي من خالد وليد وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي من على خط 9 متر.
طيب يا ترى تعليمات وكرة تاني من خليل على الدايرة للجزيري، لكن فلفل قافل فلفل المرمى ويتصدى لتسويبة الجزيري وتبقى رمية مرمى لصالح نادي الزمالك. طلع فلفل ونزل الأحمر والمرمى هيكون خالي والخطأ هيكون غالي. نتيجة إن لو أي حد من فريق الزمالك ارتكب أي أخطاء هجومية فعلى طول الكورة هيلعبها النادي الأهلي في المرمى الخالي. أحمد الأحمر ليحيى الدرع حاول يعملها عرضية، حسن قداح استلم وتابع كورته اللي وقعت منه على الأرض ولماها تاني، إشارة اللعب السلبي للدرع للأحمر ويصوب يتصدى الطيار معاها صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. تصويبة من الثبات من الأحمر لكن بره الثلاث خشبات، يلمها الطيار ويلعبها الخليل وادي اوليفر روي ونظرة ترقب كده الى الوقت والنتيجة واكتمل نادي الزمالك وانتهى الايقاف الدقيقتين. اسلام حسن نزل مكان الجزيري لخليل لهرنانديز انخل والتصويب لكن بلوك حائط صد جميل من حسن قداح. حسن وليد يمنع الكرة من وصول لشباك فلفل، يلعب رمية الجانب زيزو اسلام حسن لانخل على الدايرة لأحمد عادل استلم ولف واحرز الهدف ال 18. حسن قداح لبكار استغل عمل الزمالك رمية الارسال سريعة سنترة سريعة وراح حسن قداح منه لبكار اللي طار واحرز الهدف ال 16. اتلعبت رمية الارسال السنترة على طول للنادي الاهلي. عمر سامي لا ده نزل باهر دلوقتي انخل مع اسلام حسن بيعملوا تقاطعات وتغيير في المراكز كده. الخط الخلفي خليل لهرنانديز ويعمل الدريبلاية وينزل بكورته تاني. بعد ما عمل الارتقاء خد الثلاث خطوات وطلع فوق وطلع الدفاع نزل بدريبلاية اهو الاعادة اهو طلع وطلع الدفاع ونزل لكن كان فيها دفعة من احمد عادل وهادي. احمد عادل استلم خالد وليد عفوا استلم احمد عادل على الدايرة واحرز الهدف ال 19. الاحمر للدرع لقداح اخترق وبنجاح بيحرز الهدف ال 17. ابراهيم المصري عمل دلوقتي الكابتن طارق محروس تغييراته الدفاعيه والهجوميه. خروج ابراهيم المصري وادي الاعاده اهي وحسن والاختراق والتصويب وكورته بتعانق الشباك. اسلام وادي هتلر محمد رمضان. طاقم التحكيم تخيل ان التيشيرت الفانيلا بتاعت محمد رمضان اتقطعت فكان بيطلب منه مغادره الملعب ومحمد رمضان كان بيقول له ان اسلام شددني من التيشيرت وقلعاني لدرجه ان انا اتقلعت التيشيرت. تاني الرميه الحره اتلعبت لينخل هرنانديز على الدايره لاحمد عادل لكن دفاع قوي من الزمالك اللي قافل منطقه مرماه تماما ونص ملعبه. خليل لاسلام هيغير اتجاهاته وفاول عكسي على احمد عادل لقطها على طول طاقم التحكيم التونسي سمير مخلوف على الدايره توصل الكوره
من يحيى الدرع ليه 24 خالد وليد اهي الكوره وطالع الطيار حط الكوره لوب استغل تقدم الطيار احرز بيها الهدف ال 18 باقتدار اهي الاعاده خليل لاسلام حسن لخليل تاني لتغيير في المراكز ما بين اسلام وخليل الخليل جه في نص الملعب انخل هرنانديز هيروح اسلام هيخترق ويصوب وكان فيها دفعه لكن متابعه من احمد عادل لم كورته تاني كره اسلام حسن اللي صوبها بعد ما اخترق لسوء حظه ترتضم باسفل القائم وترجع جوه الملعب لكن لحسن حظ النادي الاهلي بقى يلمها احمد عادل اسلام طلع اسلام بالكوره وقعت منه لمها تاني اشاره اللعب السلبي خليل والتصويب وتاني في اسفل القائم برضو يحيى الدرع هيعمل السريعه المرتده لعبها مع فلفل وقف تاني ارتد الاهلي دفاع مرتد سريع طلع محمد رمضان ونزل احمد الاحمر هل هيستطيع نادي الزمالك في الهجمة دي انه يحرز هدف التعادل واحنا بنلعب في الدقيقة 9 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الاهلي اللي بتتابع هذا اللقاء لقاء كأس السوبر الافريقي المؤهل الى كأس العالم المقامة الشهر القادم ان شاء الله في الفترة من 5 ل 9 اكتوبر بالمملكة العربية السعودية وطبعا زي ما حضراتكم تابعتوا وعرفتوا ومتابعين كرة اليد المصرية ان الفائز من هذا اللقاء هيوصل لكأس العالم للأندية هيقابل برشلونة الإسباني في دور الثمانية أحمد الأحمر حاول ينزل الكرة لبكار وإشارة اللعب السلبي أحمد الأحمر هيرجع بكار مكانه في الليفت وينج يحيى الدرع الطيار برشاقة ومرونة يحسد عليها الحقيقة فتح جراند كار كده في الأرض رجله الاتنين بقت 180 درجة على خط المرمى منع الكرة من الوصول اهي شايفين حضراتكم تصويبة الدرع بصوا الطيار راح ازاي باقتدار لكن كان في متابعة على الكرة من خالد وليد ويلمها وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك هيطلع حسن وليد وينزل لوكا محمد علاء صانع الألعاب وأحد الأوراق الرابحة اللي كانت على بنك الاحتياطي ودكة البدلاء استأنفنا اللقاء مع حضراتكم يحيى الدرع لوكا على شماله والأحمر على يمينه خالد وليد بيطلع وتغيير في المراكز وتقاطعات لوكا للدرع هيصوب بره الثلاث خشبات في الشباك الجانبيه رميه مرمى لصالح النادي الاهلي اللي ما زال محافظ على تقدمه 19 الاهلي 18 الزمالك بنلعب في الدقيقه 11 مشاهدينا الكرام نزل تاني اسامه الجزيري ونزل عبد الرحمن في الليفت باك الظهير الايسر وانخل هرنانديز في الرايت باك الظهير الايمن عبد الرحمن وفعلا اربع خطوات وحاول يحيى الدرع لكن على طول مهاب بيرجع يعمل ارتداد دفاعي سريع ويقطع الفاست بريك اللي كان بيعمله نادي الزمالك عن طريق يحيى الدرع قطع الكرة ومنع الكرة من الوصول للهجوم الزملكاوي انخل هرنانديز بيعمل تغيير اتجاه وبيخش يخترق بين واحد واثنين ويخدع الدفاع الزملكاوي اهو شايفين حضراتكم رايح على النص غير بعد ما لوكا راح معاه على اليمين ودخل واخترق بين واحد واثنين واحرز
خامس أهدافه والهدف رقم 20 للنادي الأهلي. لوكا ليحيى الدرع للأحمر، هيدخل مين؟ أكرم يسري. دخل أكرم وصوب وأحرز الهدف التسعتاشر. أهي سحب الأهلي، غير دفاعاته كده بدفاع متقدم تاني، وراحت الكرة من الأحمر لأكرم اللي دخل ووسع لنفسه وأحرز الهدف التسعتاشر. خلاص احنا دلوقتي بنلعب في الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. انخل والتصويب بقى والتصدي من فلفل، يلمها على طول الدرع للوكا لبكار، عمل خداع ودخل واحرز الكوره بمهاره الهدف العشرين. 20 في الدقيقه 13 من الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. أسامة الجزيري، عبد الرحمن رايح ويصوب ويتصدى فلفل، لكن زيزو بيعمل متابعة على كرته من الجناح ويطلع بره التسعة متر في نص الملعب كده، في نص التسعة متر يتابع كرته عشان ما يقطعهاش الدفاع الزملكاوي. على الدايرة كرة جميلة من أنخل هرنانديز إلى أحمد عادل يحرز بيها الهدف الواحد وعشرين. لوكا وقع ولعب كرته وهو واقع إلى بكار اللي دخل وأحرز هدف الواحد وعشرين وهدف التعادل لصالح نادي الزمالك. 21 الأهلي 21 الزمالك، بنلعب في الدقيقة 14 داخلين على المنحنى الأخير من اللقاء النص الثاني من الشوط، وأدي عبد الرحمن يتوغل ويصوب كرة جميلة يحرز بيها الهدف ال 22. خلاص دخلنا دلوقتي في الإثارة والسرعة زي ما تعودنا من كرة اليد المصرية ولقاءات الفريقين. وادي الكابتن طارق اهو على طول يعني متضايق على الارتداد الدفاعي لفريقه وبيدي توجيهاته لفرقته وبيتكلم في حوار جانبي مع كابتن محمد عادل زولا المدرب العام. الجزيري هرنانديز لعبد الرحمن على الدايرة لأحمد عادل تاني بيطير بيخلص حاجات كتير ويحرز الهدف الثلاثة وعشرين. بصوا الإعادة، استلم كورته وهو فاضي خالص، طلع وارتقى ولف ودار وأحرز الهدف باقتدار. 23 الأهلي 22 الزمالك. زي ما كنت بقول لحضراتكم المباراة خلاص هيبتدي ياخد طابع الإثارة والسرعة بزيادة. الدرع للأحمر، الأحمر بيلعب عايز يدي إيقاف دقيقتين على دفاع النادي الأهلي عشان يعمل نقص عددي في صفوف الأهلي الدفاعية وإشارة اللعب السلبي. بكار اللي قطع وسايب مركزه من الليفت وينج الجناح الشمال وجاي ناحية الرايت باك ناحية أحمد الأحمر، لعب الكورة ورجع تاني مكانه. وسام سامي نوار نزل دلوقتي على الدايرة، الدرع تصويبة، هي مش تصويبة هي طلقة لا ترى بالعين المجردة، سريعة تعانق الشباك الأهلاوية الهدف ال 23. وبيرد هرنانديز علي على طول يقول لي يا كابتن إيهاب وأنا كمان تصويباتي لا ترى بالعين المجردة، ويحرز الهدف ال 24 للنادي الأهلي عشان يرجع تاني النادي الأهلي يتقدم بفارق هدف. 24 الأهلي 23 الزمالك. طلع فلفل ونزل كاتونجا دلوقتي كريم هنداوي، زي ما طلع الطيار ونزل حميد. أحمد الأحمر ليحيى الدرع لوكا، الدرع حاول يلعب الكورة لوكا وإشارة اللعب السلبي.
وسام لعب الرميه الحره لوكا للدرع للاحمر، هيخش الاحمر ويحرز الاحمر ويصوب الاحمر الهدف ال 24 هدف التعادل في الدقيقه 17 من زمن واحداث الشوط الثاني. وادي الكابتن طارق طبعا مش راضي، زعلان، نزل احمد عادل على الدايره، راح عبد الرحمن في نص الملعب واسامه الجزيري على شماله، واحمد عادل طلع استلم ونزل تاني على الدايره واستلم ولف ودار حاول يحطها لب من فوق كاتونجا، لكن كاتونجا كان قافلها له وصحيله. وادي لوكا لبكار، وحميد بيرد علي على طول في المعسكر الاحمر، بيمنع الكره من الوصول، كره بكار من الوصول لشباكه. عشان يحافظ على حظوظ النادي الاهلي في التقدم مره ثانيه بعد ما احرز الزمالك الهدف ال 24، 24 الاهلي 24 الزمالك. طب الزمالك بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الدايره، على الدفاع القوي بوجود هتلر محمد رمضان، وبوجود 24 خالد وليد، وبوجود وادي واقع احمد عادل بيتالم ونزل له الجهاز الطبي، وفي رميه جزائيه طبعا اهي الاعاده اهي، استلم وراح والاعاده والاشاره اهي واضحه، الرميه الجزائيه رميه السبع امتار. وادي على طول اشاره الثلاث هجمات من طاقم التحكيم كده، احمد عادل هيطلع بره ثلاث هجمات لان ما كانش فيه عقوبه، كان في رميه جزائيه ولكن ما كانش فيه عقوبه على دفاع الزمالك. اسلام حسن في مواجهه كاتونجا، وكاتونجا والتصدي اسلام، تضيع تصويبه اسلام، يتصدى لها كاتونجا ويحصل على تحيه وتشجيع زملائه والحاضرين في الصاله. زي ما قلنا لحضراتكم وكنت بقول لكم على ان احنا هنخش دلوقتي في المنحنى الاخير في الشوط الثاني والمباراه، احنا دلوقتي بنلعب في الدقيقه 19، يعني اللي بيعدي ما بيرجعش واللي بيروح ما بيرجعش، واللي هيحافظ على قوته واصراره وادائه هو اللي هيقدر يحسم هذا اللقاء لصالحه مشاهدينا الكرام. وكان في شد في السمانه كده، وادي الجهاز الطبي للنادي الاهلي بيعالج احمد عادل ونادي الزمالك. نزل حسن قداح تاني، يحيى الدرع هيحاول ينزل الكوره على الدايره لوسام لحسن، وفي ايقاف من طاقم التحكيم لحسن للعب والهجمة الزمالك عشان كان في لاعبين واقعين داخل منطقة الستة متر. أحمد الأحمر لأداع للدرع للأحمر للدرع، تصويبة قوية من الدرع بيها الهدف ال 25 هدف التقدم. هرنانديز بيخترق ويصوب، لكن كان في دفاع قوي من هتلر وحسن قداح، ويتقدم الزمالك للمره الاولى في هذا الشوط واحنا بنلعب في الدقيقه 20 من زمن واحداث الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام 25 الزمالك 24 الاهلي. أسامة الجزيري تطلع بره بره الملعب، هي دي الأخطاء بقى اللي كنت بقول لحضراتكم عليها مشاهدينا الكرام، إن احنا اللي هيركز اللي مش هيرتكب الأخطاء سواء كانت دفاعية أو هجومية
اللي هيبقى في قمة تركيزه وإصراره على تأكيد سواء كانت تمريرة أو تصويبة أو تصدي دفاعي، هو اللي هيقدر يحصد نقاط المباراة والفوز بها والتأهل إلى كأس العالم للأندية. أحمد الأحمر لحسن وليد، الداح للدرع لوليد حسن، ويصوب يتصدى الطيار، ورمية جزائية لصالح نادي الزمالك. هيطلع الطيار، هينزل حميد للتصدي للرمية الجزائية. أحمد الأحمر في مواجهة عبد الرحمن طه. يا ترى هل أحمد الأحمر يقدر يسجل الرمية الجزائية دي؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم، ولا طه هيتصدى ويسجل الأحمر عشان يزود الفارق إلى هدفين، 26 الزمالك 24 الأهلي. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق محروس على طول عشان يدي توجيهاته وتعليماته لفريقه في الثمان دقائق و43 ثانية تقريبا. نسمع مع حضراتكم هيقولوا ايه كلا المديرين الفنيين. بعد انتهاء الوقت المستقطع مشاهدينا الكرام، قلنا لحضراتكم احنا بنلعب في الدقيقة 21 و17 ثانية، يعني الدقيقة 22 من زمن وأحداث اللقاء. وآدي الحديث الجانبي ما بين كابتن طارق محروس وكابتن محمد عادل الجهاز الفني للنادي الأهلي. يا ترى كلا المديرين الفنيين قال إيه لفرقته؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في الدقائق المتبقية، 8 دقائق ونص على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. أسامة الجزيري لعبد الرحمن، أربع خطوات تاني من عبد الرحمن، ومعها صفارة فاول عكسي. أدي 1 2 3 وأدي الرابعة مشاهدينا الكرام. رايح طبعا الزمالك على مهله، متقدم فارق هدفين، متبقي 8 دقائق بالتمام والكمال، 26 الزمالك 24 الاهلي. احمد الاحمر لحسن قداح ليحيى الدرع، لف ودار ومرر الكوره لوسام نوار، لكن كان على الارض فتوضيح اهو من طاقم التحكيم التونسي لهذا اللقاء، وفول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. مهمة الهجمة دي، إن نادي الأهلي يفسد الهجمة دي على نادي الزمالك عشان يقلل الفارق. والدرع هيصوب، لا لحسن قداح اللي حاول ينزل بكورته تقع من إيده ويلمها المصري، لكن كان في صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. حسن وليد لوسام نوار للأحمر للدرع، الأحمر راح وصوب تصدى الطيار، وإشارة اللعب السلبي. تمريرة الأحمر تاني هيروح، دقايق حاسمة ولحظات فيها كل التوتر وكل المتعة والإثارة. آدي حسن رايح بكورته، وبرضه صفارة تاني وإشارة اللعب السلبي ما زالت مرفوعة من كلا الحكمين. وعلى طول على التصويب يحيى الدرع، يتصدى حائط الصد البلوك، ومعاه الطيار بيتابع عليها ويلمها عبد الرحمن لأسامة الجزيري، لعبد الرحمن لأنخل هرنانديز في الرايت باك، لأسامة الجزيري تاني. لما وقف التعاون ما بين الخط الخلفي للنادي الاهلي والخط الامامي متمثل في احمد عادل، قلت
خطورة النادي الأهلي، لكن استغل على طول وتوغل وحصل على الرمية الجزائية. ادي اهو استلم كرته عبد الرحمن واخترق، وكان في دفاع قوي وإشارة الرمية الجزائية وإيقاف دقيقتين على مين؟ على حسن وليد. شايفين حضراتكم ايده على رقبة احمد عادل، بيحصل على إيقاف دقيقتين ورمية جزائية لصالح النادي الأهلي. هيلعبها مين؟ هيلعبها زيزو، يحرز بيها الهدف 25 للنادي الأهلي وخامس أهدافه الشخصية في هذا اللقاء. كده نادي الزمالك هيلعب ناقص لاعب، بيطلع حارس المرمى كاتونجا وينزل علي هشام نصر. وزي ما قلنا وزي ما تابعنا وعرفنا، في المرمى الخالي الخطأ بيكون غالي. يا ترى هل هينجح النادي الأهلي اللي ابتدى يلعب دفاع متقدم شوية على التسعة متر عشان يمنع التصويبات من بره ويلمها، والمرمى فاضي ورايح أنخل وصوب، لكن وهو واقف علي هشام بيتصدى لتصويبة أنخل وهو واقف والمرمى كان فاضي ويمنع الكرة من الوصول للشباك والمرمى الخالي الزملكاوي، ويحافظ على تقدم الزمالك ويمنع الأهلي من الوصول إلى هدف التعادل. خلاص آخر منحنى مشاهدينا الكرام، متبقي خمس دقايق على زمن ونهاية اللقاء والمباراة. لوكا ليحيى الدرع في نص الملعب لأحمد الأحمر، لسه الزمالك متبقي له حوالي نص دقيقة على ما يستكمل صفوفه، وعلى مهله رايح طبعا عايز يكسب الوقت في الهجمة عشان يكمل صفوفه. وادي لوكا اهي أربع خطوات برضو اتحسبت على لوكا على طول، لمها الطيار لأسامة الجزيري لهرنانديز لأحمد عادل، فوت أحمد وطلع عبد الرحمن اللي عمل باصة تاني برضو للجزيري، باصة غلط تتلعب لبكار، لكن الطيار يا جماعة الطيار زي ما قلنا وهنفضل نقول حارس من طراز الكبار، حارس تتمنى كل الفرق انه يبقى موجود في صفوفها، بيمنع الكرة الهجمة المرتدة هي والإعادة فيها كل الإفادة. تسلم إيدك يا ولد، تسلم إيدك يا طيار. تاني الأهلي خليل، وطلع دلوقتي عبد الرحمن ونزل خليل في الليفت باك الظهير الأيسر، وفي النص الجزيري لعب كورة لأحمد عادل اللي صوب وتصدى كاتونجا وتطلع رمية مرمى لصالح نادي الزمالك. لسه حتى الآن مشاهدينا الكرام النادي الأهلي خلاص متبقي حوالي أربع دقايق ثلاث دقايق وعشر ثواني تقريبا على نهاية الشوط الثاني والمباراة، ما وصلش لهدف التعادل. 26 الزمالك 25 الأهلي، حسن قداح أحمر في الرايت باك، الدرع لحسن وليد هيحاول يرتقي مش عايز يشوط مش عايز يخسر كورته، يحصل على الصفارة والفاول والرمية الحرة لصالح نادي الزمالك. طبعا على مهله خالص أكرم، والحكم بيوقف اللعب نتيجة ان هما بيحاولوا استغلال الوقت كده. أكرم يسري هيرجع في مركزه في الرايت وينج الجناح اليمين، الدرع لحسن وليد للأحمر ويطلع زيزو. دقيقتين ونص مشاهدينا الكرام، حسن وليد هيصوب ولا هيمرر؟ لا هيمرر للأحمر اللي رايح للدرع، واتلعبت الكورة لخالد وليد على الدايرة لكن الطيار قافل مرماه. هل دلوقتي هيقدر الأهلي؟ وآدي أحمد عادل، وفعلا عادل يحرز الهدف 26، هدف التعادل للنادي الأهلي. 26 الأهلي 26 الزمالك، متبقي دقيقة
58 ثانية مشاهدينا الكرام. يا ترى هيقدر الأهلي إنه يستغل صحوته في الخمس دقائق الأخيرة دي ويمنع الهجوم الزملكاوي من اختراق دفاعاته والوصول لشباكه في وجود إبراهيم المصري وعبد الرحمن والجزيري والطيار في المرمى، ولا نادي الزمالك هيكون ليه رأي تاني بالجولدن بوي أحمد الأحمر والقوة المفرطة يحيى الدرع وقاذفة الأهداف حسن الداح؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. الدرع للأحمر ويصوب حسن، وكان بيطالب الأهلي بفاول عكسي على المهاجم، وآدي عادل زولا. اهي شايفين الإعادة حضراتكم إن عبد الرحمن لعب على الفاول العكسي على المهاجم، وتوصل الكرة من الجزيري لزيزو اللي دخل تاني. كل الناس عايز عارفينه وحافظينه، زيزو الجناح الشمال للنادي الأهلي يحرز هدف التعادل، ومتبقي دلوقتي دقيقة بالتمام والكمال مشاهدينا الكرام. 27 الأهلي 27 الزمالك، إثارة ما بعدها إثارة، ندية ما بعدها ندية، قوة وتكافؤ، وإن شاء الله ينتهي اللقاء على خير. داخل أحمد الأحمر كان بيحاول يعمل اختراق ودفاع قوي من المصري، وبيطالبوا بإيقاف دقيقتين على دفاعات الأهلي، لكن مفيش. وآدي توضيح من طاقم التحكيم للكرة اللي كانت قدام حضراتكم والإعادة اهي، إن أحمد الأحمر هو اللي نزل لتحت، محدش كان لاعب على إيده من الخلف وهو بيخترق وبيصوب. أوليفر روي توجيهاته لحسن الداح من بره الخطوط ونظرة ثاقبة كده. متبقي 44 ثانية واللعب متوقف. يا ترى هينجح الدفاع الأهلاوي في الذود عن مرماه بقيادة الحصن المنيع والصخرة الدفاعية ذا روك إبراهيم المصري، ولا الجولدن بوي وحسن الداح الفرعون المصري هيكون ليه رأي وتأثير في نتيجة المباراة واللقاء؟ يحيى الدرع يوصل الكرة لبكار في الجناح الشمال للدرع تاني، إشارة اللعب السلبي، تاني اللعب على مهله. الدرع بيحاول يستغل ويصوب في آخر الثواني، خلاص 20 ثانية بالتمام والكمال. حسن الداح للأحمر على الدايرة، تقع الكرة من إيده وتصطدم في رجله، وادي تايم اوت، وقت مستقطع بيطلبه اوليفر روي، ومتبقي 10 ثواني. ادي الاعاده من الاحمر على الدايره، تقع الكره ودفاع قوي من النادي الاهلي، و10 ثواني حاسمه وحازمه في زمن واحداث هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كره مع الزمالك، وقت مستقطع، نسمع هيقولوا ايه كلا المديرين الفنيين. من غير دقيقتين، ها من غير دقيقتين. انتهى الوقت المستقطع زي ما شفتوا مشاهدينا الكرام مع حضراتكم، الوقت المستقطع وتعليمات كلا المديرين الفنيين، وزي ما شفتوا النتيجة والساعة على الشاشة. 10 ثواني ورمية حرة لصالح نادي الزمالك، هيلعب لسه ما استأنفناش اللقاء، بيطلب يبعد 3 متر على الكرة. واضح ان حسن وليد هيصوب ولا هيبقى ليهم الهجوم الزملكاوي. حسن وادي بيطلع له المصري بيقابله،
وإيقاف اللعب تاني مرة. وقع حسن المصري كان خارج بيقابل وحسن وقع على الأرض نتيجة اصطدام المصري بيه، لكن هو ما فيهاش أي إصرار أو تعمد إيذاء من المصري، أهو خارج. ومش المصري كمان اللي دافع عليه، ده كان عبد الرحمن. متبقي 4 ثواني، هي شايفين حضراتكم المصري إيده على إيد وكتف حسن قداح، واقع على الأرض. وبكده هيخرج حسن 3 هجمات في ال4 ثواني المتبقية مشاهدينا الكرام، هيطلع 3 هجمات، مش هيستكمل اللقاء مع زمايله لمدة 3 هجمات، وإحنا متبقي 4 ثواني. تصويبة في غاية الأهمية، كرة أكون أو لا أكون، وبيطلب المصري إن الكرة تتلعب من مكانها، وأدي واضح إن الدرع هو اللي هيصوب، وبيطلب من لاعب اللي هيلعب الفاول إن هو يرجع يلعب الكرة من مكانها. 4 ثواني، الدرع والتصويبة والهدف، ويحرز يحيى الدرع الهدف 28 في شباك النادي الأهلي، معلنا فوز نادي الزمالك مشاهدينا الكرام بأحداث اللقاء والتأهل إلى كأس العالم للأندية. هارد لك النادي الأهلي، ومبروك لنادي الزمالك، ومزيد من اللقاءات القوية. الحقيقة لاعبي النادي الأهلي مش مصدقين نفسهم، أدوا اللي عليهم الحقيقة، ولكن تبقى هذه هي كرة اليد، السرعة والإثارة والثانية فيها بتفرق مشاهدينا الكرام. هارد لك للنادي الأهلي وجهازه الفني، مبروك لنادي الزمالك، شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم معنا عبر قناة النادي الأهلي. كان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل وأحداث هذا اللقاء، والميكروفون ينتقل إلى كابتن خالد العوضي وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي.